بس جمال لبلبه بقى انها دايما تذكر المخرج اللي قاد العمل، يعني مش انا عملت، لا كان عاطف الطيب له دور في التوجيه. وخد بالك اكتر من نجمه بدون ذكر اسماء حاولوا ياخدوا هذا الدور، وهم اسماء ربما اكبر في التوزيع، ولكن عاطف الطيب راهن لاول مره اللي لبلبه تعمل دور فتاه ليل، مش فتاه ليل التقليديه بتاعت اللبانه والقصعه والكلام. لا لا لا، فالحقيقه من الادوار المهمه، وحصلت بيه عدد ضخم جدا من الجوائز هي وعاطف الطيب، يعني دول كان فعلا من الافلام التي لا تنسى في تاريخ السينما المصرية. هو طبعا طالما ذكرنا ليلة ساخنة لا نستطيع إلا أن احنا نذكر الله يرحمه نور الشريف أيضا بدوره طبعا العبقري وأدائه العبقري في هذا الفيلم، طبعا غير بقية مشواره كله، بس الفيلم ده برضو من الأفلام اللي مهمة جدا في تاريخ الله يرحمه نور الشريف. مظبوط، ورفيق صبان اشترك في كتابة السيناريو لأن كان فيه طفل معاق في الفيلم. شخصية الطفل المعاق دي هي شخصية ابن الدكتور رفيق. واخد بالك؟ فيعني فيلم فيه حميم في مليون حاله ومليون موقف، مواقف متعدده جدا اسفرت عن فيلم مهم وعن تكريم مستحق في نهايه الامر، لانه دي حياه نونيا اللي بدات خمسينيات وتطلع على المسرح وهي صغيره في العمر، وتبقى عيني يعني جدولها هي غير اي طفله. هي مش بتصحى الصبح تروح مدرسه زي الاطفال، لا دي بتصحى على البروفات. صح. بس كانت والدتها كانت بتعلمها قراءة وكتابة ولغات ورقص باليه، يعني إذا كانت ما خدتش قسط من التعليم العادي ده الانتظامي، لكن لم تحرم من الثقافة، وده اللي خلاها مستمرة لغاية الآن. صحيح.